البروسيس الثالثة معانا هي مانج ستيك هولدر انجيجمنت، إدارة اشتراك الستيك هولدرز في المشروع. قبل ما ندخل في التولز والتكنيكس هندي شوية تعريفات كده. تعريف البروسيس دي والهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا اثناء فترة الاكسكيوشن انا محتاج اتواصل مع الناس، انا محتاج بقى ادير المشروع، والمشروع في ناس حواليا ستيك هولدرز، انا محتاج ان انا اشوف توقعاتهم ايه واهتماماتهم ايه اللي كنت خططت لها قبل كده، وابدا ان انا انفذ بقى الكلام ده، ابدا ان انا ابعت لهم الداتا اللي هم عايزينها، ابدا ان انا اقعد معاهم في ميتينجز اخد منهم الداتا، لو في ناس كانوا يعتبروا معوقين للمشروع ابدا ان انا اقعد معاهم واحاول اقنعهم ان هم يكونوا سبورتيف وهكذا. البنفيت ايه؟ البنفيت ان انا عايز اعمل المشروع بتاعي، عايز المشروع يتنفذ، عايزه في الكونسترينز اللي عندي دي كلها، تايم وكوست وكواليتي وناس تعتبر ريزيستنت بالنسبه لي، محتاج ان انا انفذ المشروع. طيب يعني مع كل المخاطر والكونسترينز اللي قدامي دي ما ينفعش كمان الاقي ناس معارضين ليا وانا بنفذ المشروع عمالين يحاولوا ان هم يعرقلوا المشروع، طيب انا محتاج ان انا اكسبهم. فهي دي البنفيت بتاع المانج ستيك هولدر، التواصل مع الناس، التواصل مع المعوقين او المعرقلين، وان انا ابدا كمان ان انا اقلل الاعاقه بتاعتهم او المقاومه بتاعتهم للمشروع واحاول ان انا اكسبهم كمان، يعني ان هم يكونوا سبورت ليا. هنا بيقول لي لما الناس الستيك هولدرز دول يفهموا اهداف المشروع كويس والمنافع المترتبه عليه والمخاطر اللي كانت ممكن تيجي لو ما عملناش المشروع ده، المفروض ان هم يعني مع الاقناع هيبداوا يتحولوا ان هم يفهموا فعلا الفكر ويأيدوك ويبقوا سبورتيف. النقطة الثالثة بيقول لي توقع الرياكشن اللي جاي من الناس هيخليني اقدر اخد اجراءات احتياطية او اجراءات مبكرة عشان اقلل النيجاتيف امباكت او يعني اعمل دعم كمان. الاكتيفيتيز اللي هتتم خلال البروسيس دي اللي هي المانج، عندي engaging stakeholder at appropriate project stages، هدخلهم في الستيجز المختلفة وقت ما احتاجه، هحتاج الفانكشنال مانجر بتاع المعماري مثلا في وقت معين هبدأ ان انا استعين بيه في الوقت ده، هحتاج الكلاينت في وقت معين، السبونسر، هحتاج مثلا شركة تانية ثيرد بارتي في وقت معين، ابدأ ان انا ادخل بقى واتواصل كل مع كل واحد في المرحلة الخاصة بتاعته. النقطة الثانية ان انا ادير التوقعات بتاعتهم، ensuring project goals are achieved، كل واحد منهم كان متوقع شيء معين، ان انا هعمل اجتماع معاه في وقت معين، ان انا هبعت له تقرير بصورة دورية، ان انا هستشيره في كل كبيرة وصغيرة، ابدأ اعمل الكلام ده انفذه بقى، ان انا فعلا ابعت له التقرير او استشيره وهكذا. النقطة الثالثة addressing potential concern، الconcerns اللي هي ممكن لسه ما بقتش لسه ايشو، ابدا ان انا اعرفها من البدايه وامنعها من ان هي تبقى ايشو، او حتى اتوقع المشاكل المستقبليه اللي ممكن تطلع من قبل ستيك هولدرز باعتبار ان انا فهمت الستيك هولدر ده شخصيته ايه، هو عايز ايه، معارض انه جزئيه في المشروع، فابقى عارف ان لما هوصل للجزئيه بتاعه الفرنتشر دي الراجل ده هيبدا يتكلم ويقول لا لا احنا مش عايزين بقى المودرن، احنا عايزين كلاسيك، احنا عايزين مش عارف ايه، الكلام ده كله ابدا ان انا اكون متوقع ان هو هيعمل ايه، فاتوقع المشاكل وابدا ان انا احط لها حل او ان انا احط سوليوشن مثلا ايه اللي ممكن يحصل لما المشكله دي تطرا. وهنا عطيني زي نوت كده بيقول لي الستيك هولدر انفلونس بيبقى هايست ديورينج انيشال ستيجز اند جيتس بروجريسيفلي لوور از ذا بروجكت بروكسز. دي كنا اتكلمنا عنها في الفريم ورك وقلنا ان الستيك هولدر بيبقى تاثيره عالي قوي في اول المشروع باعتبار المشروع لسه ما بداش يتنفذ، فالكوست بتاعه الفاريشن صغيره، يقدر ان هو يطلب طلب دلوقتي انا عايز اعمل تعديل احنا لسه ما بنيناش، فبالتالي طالما المبنى لسه ما اتبناش يعني خلاص ما فيش شغل اتعمل، فالتعديل سهل، هيبقى تعديل بس في ديزاين او في دروينجز. لكن كل ما بيمر المشروع وبيتقدم في المراحل ويجي بقى هنا الستيك هولدر يقول لي معلش انا عايز اعدل، هقول له يعني انا هكسر المبنى وابنيه من جديد، ما ينفعش خلاص انت جيت متاخر. وطبعا يعني بتعتمد على حسب الطلب اللي هو طلبه والمرحله. طيب التول والتكنيك الاول معانا الانتر بيرسونال سكيلز، اتكلمنا عنها قبل كده بس الفكره ان الموضوع بيفرق لما انا بكون بعمل هيومن ريسورس مانجمنت للتيم بتاعي، للناس اللي هي اساسا تحت ادارتي، بيبقى الموضوع مختلف تماما عن ان انا لو بدير
فانكشنال مانجرز او بدير كاستمر او اند يوزر المستخدم الاخير اللي هو يعتبر احد الناس التابعين للكلاينت. فلا شك ان دي جهه خارجيه او حتى لو انترنال بس بيبقى مش متضمن في المشروع بشكل نظامي او بشكل يعتبر دوري، فبالتالي بيبقى الموضوع اصعب شويه ان انا اعمل اداره للموضوع ده، فمحتاج يعني حاجات اقوى شويه. اول نقطه بيلدينج تراست، محتاج يبقى فيه ثقه متبادله عشان فعلا لما اقول له كلام يبقى واثق فيا، لما اقول له وعد ان انا اوكي انا هعمل اللي انت بتقوله ده وما تقلقش وفي الوقت المعين هتلاقي الكلام ده بيتعمل، فما يجيش بقى كل شويه عمال يصدعني ويقول لي خد بالك ما تنساش، خد بالك لا لا دي ما تعملهاش كده لان ممكن تاثر. يا عم انا قلت لك ما تقلقش، انا خلاص انا واخد في اعتباري النقطه بتاعتك وهعملها. فلازم يبقى فيه فعلا تراست، لازم يبقى فيه ثقه موجوده. النقطة الثانية resolving conflict، حل المشاكل. الثالثة active listening، مهم جدا ان انا يعني ابقى بصغي او يعني بستمع بشكل كويس للناس او للستيك هولدر، لان الستيك هولدر زي ما بنقول غير التيم ممبر. تيم ممبر انا هقول له ويعني الموضوع ايه ما بيننا، احنا في النهاية تيم واحد او فريق واحد، لكن ده يعني لو حس ان انا ما بسمع لهوش او هو عمال يقول كلام وانا ماشي في سكة تانية او بقاطعه او بعرضه، يعني هيفهم تماما ان انا مختلف معاه لو مجرد بس ان انا ما سمعتوش. يعني هو عايز يشرح وجهة نظره، انا ما سمعتش وجهة النظر دي، يقول اه يبقى انت معارضني، يبقى انت مش ناوي اساسا. فمهم جدا ان انا اسمع له واستوعب وجهة نظره بشكل كويس. النقطة الرابعة overcoming resistance to change، واتكلمنا عنها بالتفصيل في الاجزاء اللي فاتت. التول والتكنيك اللي بعد كده المانجمنت سكيلز، مهارات الادارة. الفرق بينها وبين التول والتكنيك الاولاني اللي هو الانتربيرسونال سكيلز، الانتربيرسونال سكيلز مختصه بالتعامل الفردي او الشخصي ما بيني وما بين الستيك هولدر، محتاج ان يبقى فيه ثقه متبادله وليسننج والكلام ده كله. اما المانجمنت سكيلز على مستوى الجروب بقى بالكامل، انا محتاج اعمل كوردينيشن ما بين الناس، محتاج اعمل كوردينيشن بين الستيك هولدرز كلهم عشان يبقى الموضوع هارمونايز او يعني متناسق ومتناغم بشكل كويس. النقطة الأولى facilitate consensus toward project objectives، الناس كلها يبقى عندها إجماع في اتجاه أهداف المشروع. النقطة الثانية influence people to support the project، حاول أغير من فكر الناس وسلوكياتهم، أأثر عليهم إن هم يكونوا كلهم داعمين للمشروع. النقطة الثالثة negotiate agreements to satisfy the project needs، اعمل تفاوضات، بس مش شرط يعني تكون تفاوضات كلها مالية، ممكن يكون تفاوضات على الاهداف نفسها. احنا لسه بنحط فكرة المشروع من البداية او يعني التفاصيل بتاعة المشروع هتبقى عبارة عن ايه، فمحتاجين ان احنا نكون مجمعين على الاهداف. احيانا واحد من الستيك هولدرز يقول لا لا انتوا لا يعني محتاجين نزود مبنى او محتاجين يعني نعمل حاجة زيادة في المشروع، فبالتالي بنحس مثلا ان الرأي ده يا صحيح يا غلط. لو شايفينه كلنا ان هو غلط فمحتاجين ان احنا نتفاوض معاه عشان يبقى مقتنع فعلا ان الرأي ده مش منطقي. النقطة الرابعة modify organizational behavior to accept the project outcomes، لازم الناس على المستوى المؤسسي يكونوا مهيئين يعني ان في ايه product جديد جاي وهيتعاملوا معاه. بعمل مثلا مستشفى وبزود مبنى خاص بالأشعة، فلازم الناس تبقى فاميليار بقى خلاص ان الأشعة احنا مش هنبقى بنعملها في المكان الفلاني، لا ده في مبنى جديد. طب المتطلبات بتاعتنا في ايه؟ لا محتاجين يبقى في ستاف معين من الاند يوزر هيبدأ ان هو يبقى موجود في المكان ده ويتعمل assignment او يتعمل deployment للستاف في الجزء ده، فبالتالي محتاجين ان احنا نغير الorganizational behavior. ممكن البرودكت بتاعنا ما يبقاش بس مبنى، ممكن يبقى ميثودولوجيز معينه هنتعامل بيها، بنعمل جوفرنينج مثلا او بنعمل ميثودولوجيز بنعمل لها ديفلوبمنت، الميثودولوجيز دي هتبقى موجوده في المؤسسه والناس هتستخدمها بعد كده، فمحتاج ان انا اغير الاورجنايزيشنال بيهيفير السلوكيات المؤسسيه بتاعه الناس عشان اللي هم القائمين على اداره المؤسسه ان هم يتقبلوا الاوتكم او الديليفربل اللي خارج من المشروع. الاوتبوت الرئيسي عندي هو الايشيو لوج، وانا بدير الناس متوقع ناس تتقبل وناس ما تتقبلش ويحصل كونفليكتس ويحصل ايشوز،
فبالتالي هينتج عندي issue log. الـ issue log هو احد اللوجز، الجداول او الـ database، الشكل اللي موجود قدامي ده عبارة عن جدول بيقول لي ايه هي الـ issues اللي موجودة عندي. طب كل issue ظهر امتى؟ امتى ضفته على الجدول ده؟ ومين اللي عمل له ريز؟ مين اللي رفع الايشو ده؟ ومين الشخص اللي انا عملت له اساين ان هو يحل الايشو ده؟ وهل حل ولا لا؟ طب لما المفروض انه كان يحل قبل انهي تاريخ؟ ريزوليوشن ديو ديت، المفروض الحل يكون قبل كام؟ الستيتس اتحلت ولا لسه معلقه؟ طب لو اتحلت، اللي اتحلت بتاريخ كام؟ وايه هو ريزوليوشن، ايه هو الحل اللي عندي؟ وزي ما بنقول في كل الجداول اللي بتقابلنا او يعني الاوتبوتس اللي بالشكل ده، ان ده فليكسيبل، ممكن ان انا ازود اعمده، ممكن اقلل اعمده، ممكن ابتكر فيه واطوره بالشكل اللي يناسب المؤسسه عندي. طبعا الهدف الرئيسي من ان هي تبقى دوكيومنتد ان الايشوز مفيش واحد منهم يقع مني، ان في مشكله ظهرت وما اتحلتش، لا ابقى متابع ايه هي المشاكل اللي ظهرت واتحلت ولا ما اتحلتش. الهدف اللي ممكن ثانوي شويه ان هو يبقى ليسنز ليرند عندي للمشاريع اللي بعد كده، عشان ابقى عارف كمان المشاكل اللي قابلوها المشاريع التانية كانت ايه وحلوها ازاي وكان الحل عباره عن ايه. البروسس الاخيره معايا في الشابتر ده هي الكنترول ستيك هولدر انجيجمنت. زي ما هو متوقع او زي ما تعودنا في معظم البروسيس بتاعت الكنترول، انا عامل خطة في الاول وبنفذ وبعمل كنترول على التنفيذ ده، هل الدنيا ماشية فعلا طبقا للبلان ولا لا. كنت قايل في الخطة ان في ناس هتوصل لها تقارير بشكل معين في ايام معينة، هل فعلا الكلام ده بيتم ولا لا. كنت قايل في الخطة ان انا في عندي ستيك هولدرز مقسمهم لكاتيجوريز ومنهم ناس كريتيكال، هل فعلا انا بدير الناس الكريتيكال دي ومشاركتها في المشروع بشكل فعال ولا لا. الموضوع كله عبارة عن انفورميشن، فعشان كده بلاقي دايما في الانبوت بتاعي هنا الورك بيرفورمانس داتا، ومن الاوتبوت الرئيسي ورك بيرفورمانس انفورميشن. وكنا اتكلمنا قبل كده الداتا اللي هي شويه بيانات محطوطه بشكل عشوائي او غير مفهوم، مش عارف ان انا يعني افهمها، بجمعها وبحللها بحيث انها تطلع منها انفورميشن، تطلع منها معلومات، والمعلومات دي لما تتجمع مع بعضها بتطلع على شكل ريبورت. التول والتكنيك الرئيسي هو الانفورميشن مانجمنت سيستم. السيستم ده ممكن ان هو يكون عبارة عن آلية بس لتوزيع الدوكيمنتس مع النظم او التولز اللي هي تعتبر الكترونيك بس طريقتها مانيوال شوية. يعني مثلا ان انا بحط آلية اقول فيها انا هوزع التقارير بالشكل الفلاني بالايميل او هارد كوبي، واللي هيتبعت هيتبعت من خلال فلان الفلاني بالايميل الى شخص مثلا من الستيك هولدرز او عدة افراد من الستيك هولدرز، او ان انا ببقى بستخدم احد التولز المتكاملة اللي هي بتمانج الموضوع ده بشكل افضل شوية زي البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستمز. كنا قلنا امثلة ليها كتير، بروجكت مانجمنت البي سي ام بريميفيرا كونتراكت مانجر اللي هو المشهور باكسبيديشن، البرولاينز، البي ام ويب، نظم كتير ممكن ان انا استخدمها بحيث ان في دوكيمنت كنترولرز هياخدوا الداتا بتاعت الريبورتس مثلا وهيحطوها في البرنامج، والبرنامج هيبعت تلقائيا بمواعيد معينه للستيك هولدرز الداتا بتاعتهم، سواء الداتا دي كانت ريبورتس، كانت كورسبوندنس مراسلات، كانت تكنيكال سبميتلز، كانت المينتس اوف ميتنج، كانت دروينجز و شوب دروينجز مثلا، اي داتا بقى ممكن تتحط في التول والانفورميشن سيستم. الاوتبوت الرئيسي عندي هو ورك بيرفورمانس انفورميشن. زي ما اتكلمنا من شويه ان الداتا بتتحول لانفورميشن، الداتا عباره عن بيانات يعني ما اقدرش من خلالها اخد قرار بسبب ان البيانات دي يعني يصعب تفسيرها، ملهاش يعني معنى واضح، محتاج ان انا احللها وانظمها واجمعها بشكل معين عشان تديني فعلا رقم مظبوط. يعني مثلا لو جدول كبير، الجدول ده موجود فيه قيم الاعمال المنفذة مثلا لكل البنود، وانا عندي البادجت بتاعت كل بند، طب لو عطيت الجدول ده انا مش قادر احكم حتى الان، ماشي اتس اوكي ان انا عندي فيجر او عندي رقم لقيمه الاعمال المنفذه، بس يعني نسبه انجاز المشروع كام؟ طيب ما تجمع لي دول واقسمهم على البادجت واعرف نسبه انجاز المشروع.
نفس الشيء في كل العناصر بقى. لو خدت مثلا ال NCR في الكواليتي، لو خدت التكنيكال سبميتلز مثلا، انا اتقدم عندي 356 سبميتل، طيب ده حاجه كويسه ولا وحشه؟ ما انا لازم ابقى بقارن كان المخطط يكون متقدم كام والكميه التوتال قد ايه، اقسم ده على ده، اطلع نسبه مئويه، ابدا احس بالموضوع، يبقى فيه انفورميشن ما تبقاش بس ديتا. وهكذا بقى في كل المواضيع محتاج ان انا احول ديتا لانفورميشن.